تصبح نازنين وزير التجارة عندما حين على هيئة الاستقبال اللي تخص مثلا المواد الحالية في المطار لنا نكون في المستوى حتى نتمكن من جعل ولاية وهران قطبا بامتياز من ناحية الاقتصاد. وهذا هذا الهيكل الاستقبال باب من أبواب اللي يفرض علينا أن نكون في المستوى مستوى ديال استقبال الأعوان والجالية والمواطنين في أحسن استقبال. مدة تانية مثلا نقص سيولة الإجراءات في المدة ديالها. أعتقد باللي الهيئات اللي تشرف على تسيير هذا المطار تعمل مع هيئات أخرى لازم يكون تكامل فيما بينهما حتى نمشي في المعايير العالمية فيما يخص هذا النوع من هيئات الاستقبال. وأعتقد باللي جوهرة مثل هذه لازم نوقف للصيانة تنظيف ديالها حتى نتمكنوا باش نستقطبوا اكثر عدد ممكن من السواح واكثر عدد ممكن من الاعوان ونستقبلوا في احسن الظروف جاريتنا الوطنيه. وهذه من بين تعليمات السيد رئيس الجمهوريه في هذا الخصوص فيما يخص مشروع عرب.